اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده برنامج ستوري تحليلي. معاكم كريم علي من صدى البلد. النهارده هنتكلم عن لقاء المنتخب الوطني بوركينا اللي هيكون بكره باذن الله الساعه 10 مساء في استاد القاهره الدولي. طبعا احنا عارفين ان المنتخب بيتصدى هذه المجموعه بست نقاط. نتمنى الفوز طبعا للمنتخب، ولكن تعالى اخدك كده بقى ونشوف بقى الناس اللي هم اللي كانوا عايزين يركبوا الترند مع الكابتن حسام وعلى المنتخب الوطني. هنتكلم في شويه تفاصيل وهنشوف الناس دي هي بخير دلوقتي ولا لا. طيب الكابتن حسام جمع القايمه بتاعته وبدا يدخل المعسكر من حوالي 4 ايام بالظبط. عايز اقول لك ان المعسكر من افضل المعسكرات او تجمع المنتخب الوطني في هذا المعسكر. لو هنتكلم عن افضل معسكر حصل هو المعسكر اللي هو بيقوم الفتره دي اللي هو اللي موجودين حاليا النهارده في القاهره. ليه افضل معسكر؟ لان لعيب النادي الاهلي راجعين من نهائي البطوله الافريقيه بيفوز، ففي انتعاش في صفوف لاعبين النادي الاهلي الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني. يسعى على ده الناحيه الثانيه لاعبين نادي الزمالك راجعين وفوز بالكونفدراليه. أنا شايف المنتخب وبعض الكواليس اللي قدرنا نطلع عليها ونشوفها، شايف حالة حب وود ما بين اللاعبين المحترفين ولاعبين النادي الأهلي. شايف الشناوي بيستقبل لاعبته الأهلي أو الزمالك أو أيا كان أو كل القيم اللي موجودة. ولكن الشعور الحلو والروح الحلوة اللي موجودة بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني، ولكن الناس اللي عايزه تركب ترند واللي كانت بتهاجم الكابتن حسام حسن على بعض التصريحات، لازم الناس تفهم حاجه واحده. ده كابتن حسام حسن دي اسمه وتاريخه، ولكن خد بالك من نقطه كويسه. كابتن حسام الناس واخده عنه الانطباع ان هو كان بيطلع وبيروح ايام ما كان في المصري وفلوشر و تمام؟ فانتوا مستنيين ان الكابتن حسام يطلع يرد او الكابتن ابراهيم حسن يطلع يرد على بعض التصريحات بتاعتكم. حبيبي خد بالك، انت هو انت بتتكلم على الكابتن حسام حسن، هو موجود فين دلوقتي؟ قيس على ده اللي بيحصل دلوقتي. كابتن حسام حسن قال المشهد كويس، عارف هو فين دلوقتي، عارف هو بيعمل ايه بالظبط، وعارف هو مسؤول عن مهمه ايه نقدر نقول مهمه قوميه هو المنتخب الوطني. كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني. فعايزك يا حبيبي انت هو لما تبقى طالع عشان تركب ترند او تطلع تقول او تطلع تهبد، تمام؟ اهبد وانت واقف على ارض صلب. احنا عايزين الناس دي تبقى فاهمه ان ده المنتخب الوطني. فما ينفعش كل شويه هجوم هجوم. طب ما تيجي اخدكم ونتكلم عن الايجابيات. طبعا هنا بقى عشان الشيء يذكر، وطلعت اتكلمت قبل كده في بطولة العاصمة الإدارية الدولية، وكان اعتذار الكابتن محمد صلاح عن إن هو يكون متواجد في المعسكر، ولكن الراجل كان عارف ظروفه إيه. طبعًا ده الكل بقى طلع ده بيهبد وده بيهبد، عايز يطلع يقول كابتن محمد صلاح غير موافق مع الكابتن حسام حسن وغير موافق مع الجهاز الفني الجديد، وروحنا بقى في زيطه بقى وتطبيل وكابتن ابراهيم ما بعتش لمحمد صلاح والكابتن محمد صلاح ما ردش عليه. النهارده بتتفاجئ بصوره تجمع ما بين بعد انضمام الكابتن محمد صلاح بعد انضمامه للمعسكر المنتخب الوطني. بص بقى هنا الجمال والحلاوه، انك لازم نخرج من الموضوع الحاجات الايجابيه. احنا رايحين للمونديال، فاحنا عايزين ان ربنا يكرمنا ونصعد كاس عالم، احنا عايزين نفرح، احنا مستنيين ان احنا نفرح. ليه دايما لما يكون الجهاز الفني او المسؤول المصري احنا ما بنكونش في ضهره؟ ولكن علشان بس ايه نلم الايجابيات ونتكلم عنها بوضوح شويه، في صوره جمعت الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن ونجم الوطن العربي والمنتخب الوطني الكابتن محمد صلاح، وصورة معبرة عن حالة الحب والاستقرار والتعاون القوي اللي هيكون متواجد داخل المعسكر وداخل البطولة وطريقنا للوصول لكأس العالم إن شاء الله. كابتن محمد صلاح جاي بستايل جديد حلو،
يعني تضامنا مع الجهاز الفني. الصوره دي تقدر تلخص كلام كتير قوي. في كلام كتير خلص في هذا الكادر او هذا الصوره. لما الكابتن محمد صلاح طلع بصوره هارب جنب الكابتن ابراهيم والكابتن حسام، فدي قفلت كل المواضيع وقفلت كل الحكايات وبتقول ان المنتخب الوطني جاي. طيب علشان الشيء مش يسرى في حالات متعاشه في عيش المنتخب الوطني حتى الان عنده استعداد قوي للمكسب. ومن هنا انا بقول ان المنتخب الوطني هيكسب وهيعمل نتيجه كويسه جدا وهيفرحنا. ومن الحاجات المبشره جدا الروح اللي موجوده داخل التكوين اللاعبين في المعسكر. علشان نتكلم ونقول ان المنتخب الوطني قادر، فكل الملامح داخل المعسكر بتقول كده. طبعا الكابتن حسام حسن عامل حسابات كويس جدا، قال المشهد كويس. اللي عاجبني بقى وعلشان نتكلم بوضوح ان كابتن حسام حسن قافل ودانه كويس جدا، مركز كويس جدا، ليه هدف، وده اللي هيكون سبب نجاح كبير جدا لهذا الجهاز الفني واللي احنا هنعمله. عد تاني وليه هدف عشان انا عيدها. ادخل من الاول وليه هدف وكابتن حسام اسدد من بما ان الشيء ان الكابتن حسام قافل ودانه كويس جدا من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي واللي عايز الكابتن كابتن حسام زي ما قلت في الاول وعارف فين. فاحنا كل الدعم للمنتخب الوطني وكل الجهاز الفني والمعاون واللاعبين المنتخب الوطني، احنا عايزين نفرح يا جماعه. كفايه بقى هبد وكفايه ان احنا نطلع عنده عايزين نركب ترند. عايزين تحط احنا راح تركب ترند على المنتخب الوطني، مالكش مكان ولا ليك مساحه. ولكن بنتمنى التوفيق وكل التوفيق للمنتخب الوطني وان ربنا يكرم ان شاء الله في مباراه غدا باذن الله. طيب علشان اخدكم ونتكلم على تعالى بقى ناخدكم بقى ونتكلم عن القايمه كده، انا دي رساله كنت حابب اوجهها من خلال التواصل الاجتماعي او الرسائل اللي جات لي. ان احنا كنا ايه؟ الناس طلبوا مني ان انا اتكلم عن هذا الموضوع بوضوح كامل يعني. تعالى اخدكم ونتكلم على قايمه المنتخب الوطني اللي تعميد حسام حسن داخل بيها مصر. والقايمه تضم 26 لعيب. واللي هيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد عواد، المهدي سليمان، مصطفى شريكي. أما عن خط الدفاع محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح. أما عن خط الوسط مروان عطية، حمدي فتحي، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود حسن ترزيجي. اما عن خط الهجوم مصطفى محمد، محمد الشامي، احمد امين موفى، محمد شريف. دي القايمه اللي دخل بيها الكابتن حسام حسن. هنتفق هنطارد في بعض الاعتراضات على بعض اللاعبين، دي حاجه مش بتاعتنا، احنا نسال على نتيجه. ولكن انا شايف ان ملامح القايمه قويه جدا، انت ما بقتش عارف تحط التشكيل المتوقع. ولكن من المتوقع ان تشكيل المنتخب الوطني هيكون ليه شكل هجومي اقوى. احنا بقالنا كتير ما شفناش المنتخب الوطني في حاله هجوميه. لو جينا نرجع للذاكره افضل 45 دقيقه اتلعب لما كنا بنلعب البرازيل الماتش اللي خلص 4-3، احنا بنحلم ان احنا نشوف كوره زي دي. والحلم مش بعيد، احنا عندنا لاعبين وعندنا امكانيات قويه جدا، وعندنا لاعبين محترفين ولاعيبه محليين اقوياء جدا. طيب في ناس اختلفت على القايمه وفي ناس مؤيده القايمه وفي ناس محتاره. طيب لو حطيت نفسك مكان الراجل او حطينا نفسنا مكان الجهاز الفني، لك ان تتخيل ان هو ممكن يبدا بمين او مين اللي هيعمل طرح كبير جدا. ولكن التشكيل المتوقع من وجهه نظري انا الشخصيه ووجهه نظر بعض الجمهور الكبير واللي بيؤيد هذا التشكيل، لو جينا نتكلم هيبقى اوتوماتيك يعني هيبقى اوريدي على طول هيكون متواجد محمد الشناوي في حراسه المرمى. هيكون في اثنين سنتر باك، هيكون محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، باك رايت محمد هاني، باك ليفت احمد فتوح. اما بقى عن دايره وسط الملعب واللي هيكون فيها كلام كتير،
ما بين حمدي فتحي، ما بين امام عاشور، ما بين ناصر ماهر، ما بين زيزو، ما بين يعني وسط الملعب فيه زحمه كتير قوي. ولكن خلينا نقول التشكيل وممكن نشيل مين ونحط مين. في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي، قدامه اثنين سنتر باك واثنين زون فينس، هيكون محمد عبد المنعم ومحمد ربيعه. ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال فتوح. امامه مروان عطيه، هيكون حمدي فتحي، ناصر ماهر، هيكون الاطراف هيكون هاف ليفت هيكون تريزيجيه، هاف رايت هيكون محمد صلاح. اما عن الخط الهجومي هيكون مصطفى محمد. طيب في ناس ممكن تقول لك فين زيزو، فين امام عاشور، فين وفين، ولكن تعالى نتكلم على التشكيل. طريقه الكابتن حسام حسن واللي احنا قدرنا نشوفها وقدرنا ان احنا نبص عليها هي طريقه هجوميه. كابتن حسام حسن في بطوله كاس العاصمه الاداريه كان دايما بيطير محمد هاني كجناحي بيعمل الزياده العدديه، وكان بيطير فتوح بيعمل الزياده العدديه، ولكن كان بيأمن على الحته الدفاعيه او كان بيأمن الدايره عشان يطلع الاطراف. طيب خلينا نقول واحد ممكن يطلع حد من جمهور الزمالك يقول لك ليه رامي ربيعه وليه محمد عبد الملك؟ هنا في حاله تجاوز. خلينا نتكلم بقى عن الموضوع بقى بشكل فني وتحليل فني والرؤيه الفنيه والبوزيشن ووضع التحركات في الملعب. هنقول ان في خط الضغط هيكون رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. ليه رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم؟ الاثنين دول بقى لهم فتره بيلعبوا مع بعض، فاصبح ان في حاله تجاوز، في حاله ارتباط بعض اللاعبين مع بعض، خصوصا حتى في خط الضغط قويه جدا. وخصوصا لو اتحط محمد هاني او ممكن عمر جابر، ولكن من المتوقع ان يكون محمد هاني، لان ما اصبح ان في ثلاثي، اصبح ان في بينهم ترابط وتجانس، ان دول افضل ثلاث لاعبين كانوا متواجدين في خطوط النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، ودول اللي تقدر تقول ما بينهم تقدر تكون مثلث او ضلع في خط الظهر. محمد هاني ممكن يكون بيظهر على بعض المستويات بشكل قوي او بشكل ضعيف، البعض بيقيد تواجده او بيعارض تواجده، ولكن خلينا بس يكون في وضوح شويه. الراجل عايز يكسب، فهنا بنقول ان هيكون رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني. طيب الناحيه الثانيه هيكون فتوح بشكل قوي، فتوح لعيب قوي جدا، لعيب مهاري. ممكن يسبق محمد هاني في يميل في الدايره شويه علشان يامن خط الظهر. لو هنتكلم على بقى دايره وسط الملعب هيكون قدام رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، هيكون مروان عطيه علشان يامن الديفنس بريس جدا. طيب مين بقى؟ هل الكابتن حسام هيأمن؟ احنا بقى هنتكلم في الحته الفنيه اكتر، الموضوع هيبقى فني بحت. مروان عطيه هيكون قدامه، هل الكابتن بس هنا في سؤال بيطرح نفسه، هل الكابتن حسام حسن هيغامر ويلعب بكل الصفوف الهجوميه؟ طيب لو يلعب بكل الصفوف الهجوميه يبقى هنتكلم على اثنين قدام مروان عطيه، وقد يكون ناصر مالك او امام عاشور او زيدو. ولكن لو هنتكلم هيكون ناصر مالك وامام عاشور، وممكن يريح تريزيجيه، يبدا يستغل قدرات تريزيجيه في الشوط الثاني. يبقى هنا الدايره هيكون مروان عطيه، هنقول ناصر مالك، وهيكون معانا امام عاشور او زيزو. احنا مش هنختلف على اي واحد من الاثنين دول. هيكون قدام محمد هاني محمد صلاح، وهيكون الناحيه الثانيه زيزو. خد بالك زي ما اتكلمنا على ان في حاله تجاوز وترابط ما بين لاعبين النادي الاهلي في خط الضغط محمد هاني ورامي ربيعه وعبد المنعم، انا هيكون في حاله من الانتعاش الهجومي، لان انا قلت في الاول ان محمد هاني هيسبق وهيطير الجناح من فتوح من ناحيه الشمال. فتوح هيبدا يعمل حكايه، هنا بقى في حكايه في نص الملعب ما بين زيزو وما بين فتوح ما بين امام عاشور او تريزيجيه. ممكن زيزو يدخل في القلب يلعب رقم 8، هنا هيكون الموضوع تماما بقى. لو الكابتن حسام هيبدا يشتغل في الموضوع بشكل
الهجومي قوي جدا يبقى هيكون فتوح قدام تريزيجيه وهيكون قدامه زيزو. هنا هيكون في مثلث وهو الاكبر هجوميا. احنا دلوقتي لحد دلوقتي بنتكلم عن المنتخب بشكل هجومي وبكل الحالات الهجوميه بتاعته. ولكن من المتوقع ان الكابتن حسام هيبدا بالشكل ده، هيبدا زي ما قلنا التشكيل، ولكن هيبقى في بعض الاختلاف في بعض العناصر. ممكن حد يرجع يقول لك طيب وسط الملعب كفايه مروان عطيه، او ممكن مروان عطيه ما يبداش يكون متواجد اكثر من توفيق. انا بختلف اكثر من توفيق يكون متواجد في وجود محمد هاني. ليه؟ لو احنا عملنا زياده هجوميه اللي يعني هيكون في حد هو رقم خمسه وهيكون في اثنين اللي هم في دايره الوسط اللي هم هيكون عندهم الزياده العدديه هيكون مع الاثنين اللي هم في الدايره مع الاطراف مع مصطفى محمد نعمل زياده عدديه. يعني كده هنتكلم هنلعب بطريقه 4-3-3 دي في الحاله الهجوميه. ولكن الكابتن حسام حسن عنده رؤيه ثانيه اكيد اكيد قال المشهد كويس ومحضر المشهد كويس وماشي عيلة تاني عيلة تاني هتكون من اول فين؟ اكيد من اول اكيد المحضر كويس عشان تمام اكيد ان الكابتن حسام حسن محضر كويس جدا وقال المشهد كويس جدا وعلشان كده دخل بالقايمه اللي فيها لاعبين انت يعني احنا عايزين لاعبين كلها تشاهد لعيبه اقوياء ما مفهومش احنا يعني ما مفهومش حتى يعني احنا يعني ما مفهومش حد ضعيف او حد قوي ولكن لا القايمه قويه جدا مش لو شفنا لاعبين دي قبل النظام لا ماشيين كويس جدا تريزيجيه وصلاح والنني ولاعبين الاهلي والزمالك وبعض اللاعبين المنضمين من انديه اخرى ولكن كابتن حسام قال المشهد كويس محضر السؤال كويس نتمنى ان نشوف مباراه قويه جدا وهتكون مباراه هجوميه خليكم فاكرين كلامي هتكون مباراه هجوميه بشكل قوي جدا وهيكون فيها عنصر الهجومي قوي جدا ولكن هنشوف بعض العناصر الجديده يعني احنا خلينا بس يعني نتمنى الكابتن حسام بعد ما نطلع بنتيجه ايجابيه في الشوط الاول نبدا ندي العناصر الجديده علشان يكون في تجانس ويكون في ترابط ما بين الاطراف الملعب وبين اللاعبين. ممكن حد يطلع يعترض ويقول لك ليه محمد الشناوي وليه مش مصطفى شوقي؟ بص احنا خلينا نتكلم عن المنتخب الوطني ونتكلم ان سيناريوهات المنتخب الوطني غير سيناريوهات الفرق او غير سيناريو النادي الاهلي. الشناوي عنصر خبره قوي جدا. احنا مش بنقلل من شويه ولكن عنصر الخبره لازم يكون متواجد في الملعب. لان لو جينا نتكلم على قائمه المنتخب دلوقتي ان كل المتواجدين في الملعب عناصر شباب الا قد يكون الكابتن محمد صلاح والكابتن الشناوي. فلازم ان يكون في حاله ترابط ولازم يكون عنصر الخبره متواجد. وعايزين يا ريت نقفل على اي حاجه سلبيه ونبص احنا كنا عاملين المنتخب الوطني. فكده احنا كده خلصنا البوزيشن التحليلي او الوضع التحليلي واتكلمنا عن السلبيات وان شاء الله مش هيكون في سلبيات ولكن نتمنى فوز المنتخب الوطني واشوفكم في حلقه جديده من السرد التحليلي والسلام عليكم ورحمه الله.